خلينا نروح بقى اخر تطورات اخر تمرين لفريق النادي الاهلي كان الصبح النهارده. معانا زميلنا شريف شعبان من التتش. شريف مساء الخير. وعيد سعيد وعيد كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. طيبين يا رب كده باذن الله يكون قد جاي كل واحد يا رب. كلمنا النهارده كده اهم الملامح الخاصه بتمرين نادي الاهلي الصبح. النهارده التمرين كان صباحي، كان الساعه ونصف صباحا. فايلر وباقي الجهاز طبعا ومدير الكره الكابتن سيد حرسي في ارض الملعب، يكون في محاضره طويله مع اللاعبين يتكلموا فيها عن الفتره المقبله. خلاص احنا داخلين الشهر الجاي على استكمال مسابقه الدوري، من بعدها في بطوله افريقيا، فحرصوا على الكلام مع اللعيبه على التركيز في الفتره المقبله، وحذروا اللاعبين النهارده تحذير شديد في لان طبعا بكره وبعده في اجازه، حذروا من الاجراءات الاحترازيه ومن يعني ما فيش لعيبه يحاولوا يختلطوا الفتره القادمه او اليومين الجايين بالاخص مع اي حد خالص، حرصا طبعا على سلامتهم وتجنب طبعا مرض كورونا. يمكن اللعيبه استجابت بشكل كبير بعد هذه المحاضره اللي استمرت حوالي من 10 ل 12 دقيقه. كان في تدريبات شاقه النهارده قام بها مستر توماس طبعا المدير مدرب الاحمال النهارده مع لاعبي النادي الاهلي، وعمل فقره كبيره جدا بدنيه وتمرينات في الكره، واختتم فايلر التقسيمه او تقسيمه صغيره النهارده في وسط الملعب تالق فيها معظم اللاعبين. فايلر اثناء التمرين حرص على عقد جلسات على حده يمكن كهرباء النهارده، يمكن جلسه طويله حوالي 10 دقائق اتكلم فيها مع كهرباء على التركيز في الفترة المقبلة، وسمع نصائح الجهاز الفني وتطبيقها بحذافيرها في الملعب، وايضا فايلر حريص انه يقعد مع اجاييه ومع جيلاردو وتحمسهم في الفترة المقبلة، وبرضه تنفيذ اللي يطلب منهم من الجهاز الفني. تأهيل مستمر لمحمد محمود على الجانب الاخر، خلاص ان هو قرب يرجع للملعب مرة اخرى. محمود وحيد ايضا برضه تأهيل مستمر لملعب التتش مرة اخرى. يمكن زي ما قلت لك بكرة بعده اجازة يوم الاحد باذن الله هيكون التمرين في الخامسة والنصف استعدادا لمباراة انبي اللي هتكون يوم 9 اغسطس باذن الله. اخبار المصابين ايه بس غير محمود وحيد ونادفيد؟ هل في اي تطورات بالنسبه لحاله المصابين في قائمه الفريق؟ ياسر ابراهيم طبعا امبارح الجهاز الفني او الجهاز السوري الجهاز الطبي قال من اسبوعين لثلاث اسابيع، اشتغل النهارده ياسر في عقد الجلسات وباذن الله ياسر يكون اقل من ثلاث اسابيع باذن الله يكون موجود في الملعب. حمدي فتحي بعد العيد هيجري مسحه باذن الله تطلع سلبيه ونشارك ايضا مع زملائه، زي ما قلت لك حسين الشحات ايضا من يعني اربع اسابيع بكثير جدا ويكون موجود مع باقي زملائه. سعد الشمير وكريم نيفت هم اللي مستنيين شويه لسه هيسافروا المانيا ويعرضوا نفسهم على الطريق الالماني ويرجعوا، هيكتب لهم التقرير بقى نشوف مده رجوعهم الى الملعب مره اخرى باذن الله تكون يعني. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان، دي اخر التطورات الخاصه باخر مران للنادي الاهلي قبل ما ياخدوا اجازه. كل سنه وحضراتكم طيبين. 48 ساعه راحه بمناسبه عيد الاضحى.